كان الدواء اللي مرا الله كاين، راه الله كاين، وكنطلب من سيدنا ياخذ الحقوق ديال هاد السيد اللي مات مسكين هما بجوج، وهاد السيد يشوف من حاله، دخل سيدنا وشوف من حاله، راه ما في حالوش، راه هو مسكين اللي كيجري على ثلاثة الولاد. الجوجة ديال محمد وكريم اللي تصافي مالي، واش غنقول لك، ليلة نهار السبت في العشية جاتنا شي خبر، لا صدمت انا بعدا، لا انا ولا الدريه بنتو ولا مول، لا شي حاله فيها ما نقولش لك، والحمد لله بعدا في النهار الاخر بين مالي وموريطان، مازال ما لحقش دخل العاصمه، يعني بقينا كنبالغوا مع هاد الشيفور ديالو الله يجازيه بخير، هو اللي كنا بقينا كنتصلوا به وكل شيء، فاش يقول لنا فين ديناه وفين جناه وفين غاديين به، حتى النهار اللي دخلت السلطات وسيدنا الله نصرو. فين تصاب يعني؟ يعني في فخده وفي دراعه وفين تصاب. تضرب بالقرطاس. تضرب بالقرطاس. هادشي اللي كاين. من خلال الفيديوهات اللي وصلتكم كيفاش كتشوفوا الحالة ديالته؟ الحالة اللي ما فيها ما يتشاف حالته. حالته ما فيها ما يتشاف. السيد 24 ساعة وكينزف راه بالسيف ما غادي، كل ما كانوش هذوك الشوافر اللي مساكن اللي هزوه وداخلوا معاه الله يرحم ليهم تما الوالدين ويجازيهم بخير والسلطات، ومني دخل سيدنا الله ينصرو. من هتا فاش نقلوا الكلينيك ديال مالي كنشكر سيدنا من هنا من هذا المنبر الله يشافي تا هو عائلته والاسره ديالو، وكنعزيو هذوك الناس الله يرحم ويوسع عليهم جميعا، وهذا السيد كان طالب انا يرجع للبلاد ديالو فين يتعالج، وسيدنا راه دار الخدمه ديالو والله يرحم ليه الوالدين ويجازيه بخير. وبالنسبه يعني للناس اللي كانوا معاه حتى هما توفاو بطبيعه الحال، هادوك الناس توفوا في البلاصه، هادوك بجوج، هادوك الناس اللي معاه بجوج توفوا، هادشي اللي كنعرفه انا. راجلك شحال هادي هو سائق مهني؟ راجلي شي 20 عام هو شايفور. واش عمرو المهنه ديالو هو شايفور، ما عنده حتى شي حاجه اخرى، باش يعني يقول لك عنده شي مدخول من جهه اخرى ولا شي حاجه، المهنه عنده هو حتى شايفور. بالنسبة لواش ما عمرو ما وقعت ليه شي واقعة بحال هكا؟ واخا كانوا يتلقاو ليهم الشفار وداك الشيء، ما عمرو وقع الوقعة زعما الضرب ولا شي حاجة، يعني داك العنف كان يدوز بسيط، مش هاد الخطرة كاع تكرفسوا عليهم الحقيقة، تكرفسوا عليهم، وكنطلب من سيدنا يتدخل، هاد الشيء اللي كنطلب الله ينصرو. وشنو كتقولي للناس اللي تعدوا عليه؟ الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، حيت هما شوافر ما ذنبهم حتى شي حاجة، ما ذنبهم حتى شي حاجة، هذوك مسكين اش ذنبهم اللي يدموا على ولادو، ثلاثة الوليدات اللي عدوا، هذا مسكين تا هو ثلاثة الوليدات اللي عدوا. علاش؟ يعني راه هما شوافر مساكن ما داروا حتى شي حاجه، ما ذنبهم حتى شي حاجه، وكنطلب من سيدنا يتدخل ويدير لنا يدير لهم الحقوق ديالهم، مساكن تما يبقاو يمشيو يمشيو في الامان ويجوا في الامان، هادشي اللي كنطلب من سيدنا، وبغيت في قرب هذوك مساكن هذوك اللي ماتوا الله يرحمهم يرجعوا للعائله ديالهم، وراجلي في قرب وقت بغيت يرجع. كتواصلي مع راجلك؟ نتواصل مع سميتو كيدخل. كيهضر على الحاله ديالو؟ شويه البارح اللي داروا ليه العمليه، ويلي ما عقلش من البنت هالشي وقت، دوزوا لي صاحبو ويلي ما قدرش يهضر معايا شويه مش بزاف، صافي ملي قال لي راه السيد دار العمليه راه نشحت ليه، قلت لي صافي خليه، ملي شفتو ما قادرش يحل عيني قلت لي صافي خليه، عندي عيني راه نزف بزاف ديال الدم، 24 ساعه راه ما ساهلاش، بزاف ديال الدم اللي ضاع منه.